يو دريو بنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بما ان اليوم نهار الحد يعني هو النهار اللي ما كنحفظش فيه عندي كونجي من الحفاظة، قررت انني ندير لكم واحد فكرة واللي هي عبارة على فلوغ كيف عقدي يومي في الحجر الصحي. حطيت لكم واحد سونداج في يوتيوب اللي هو هذا، قلت لكم اختاروا ما بين جوج الافكار، والفكرة اللي اختارتها واللي هي فلوغ في الحجر الصحي. يعني غادي نوريكم تو سامبلومون شنو كندير في الدار في هاد الفتره ديال الكونفينمون. يعني الناس كاملين قاعدين في الدار كما كتعرفوا، فاليوم غنشارك معكم لي زاكتيفيتي والانشطه اللي كندير في الدار من الصباح حتى الليل. لهذا خليكم معنا، دابا تقريبا 9:30 ديال الصباح، يلا فقت. اول حاجه غندير هي غندوش وغنفطر، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش خلي معكم واحد لايك، نحاولوا نوصل الفيديو 5000 لايك في قبل 24 ساعه. واللي باقي ما بقاوش معنا يتابونا دابا، وانتم كتابوناو اكتيفيو لا كلوش وتفعلوا الجرس باش تكون نوتيفيكاسيون في كل مره اللي عجبكم فيديو وتفرجوا فيه. وبطبيعه الحال كاينين ثلاثه ديال الانشطه اللي امبوسيبل نصورهم لكم واللي ديما كنديرهم في النهار ديالي، واللي هما ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه القرايه بطبيعه الحال، ما يمكنش ليا نصور لكم راسي تنقرا لان الفيديو غادي يجي ممل. وثاني حاجه واللي هي تليفون، انا بطبيعه الحال كندخل الانستغرام كنتفرج فيديوهات في اليوتيوب، ما يمكنش لي نصور لكم هاد لاكتيفيتي وانا هاز التليفون. ثالث حاجه واللي هي تصوير الفيديوهات في اليوتيوب، وبطبيعه الحال ما يمكنش لي نصور لكم راسي كنصور فيديو، انا كنصور فيديو وغنصور لكم فيديو. لهذا خوا هاد لاكتيفيتي ما غتلقاهمش في هذا الفيديو لانهم امبوسيبل نصور لكم راسي كنديرهم، غيجي الفيديو ممل بزاف. اما دابا غادي نبداو بالدوش وغنفطروا وخليكم معنا. الحمد لله كملنا الدوش، دابا غنمشيو غنفطروا خليكم معنا. في الفطور ان شاء الله غادي نصايب بانكيك، ولكن غنزيد معاه شي حوايج اللي عاد دابا فكرت فيهم وقلت هادي يجوا مزيانين. خليكم معنا نبدا نصايب البانكيك، ومن بعد غنوريكم شنو غندير للبانكيك باش غادي يتغير المذاق ديالو. كملت اخوتي، كملت الفطور، دابا غادي نفطروا وغادي ندوقوا هادشي كيفاش جا. صراحه جاني الجوع دابا تقريبا 10:30، لهذا خلونا نفطروا. الحمد لله كملت الفطور وفطرت مزيان الحمد لله. دابا كما قلت لكم غادي نمشي غادي نحطوا الماكله البوتشي واللي هو المنش اللي عندنا في الدار، من بعد غادي ناكلوا كلوي حتى هي وغادي نلعبوا معها واحد شويه، ولكن قبل نمشيو ناكلوا المنش. كما كتشوفوا اخوتي غادي نعطيه هاد شويه بوتشي. راه كيعض مني جوا. Thank you.
ودابا خوتي كلوي ها هي جينا عندها غنعطيوها بعدا اول حاجه غنعطيوها تاكل ومن بعد عاد نلعبوا معها. هنا حطيت لها 500 غرام ديال الكروكيت معبوره بالميزان. دابا غنعطيوها ليها هاك اقرب لها شويه هكا. دابا خوتي غنلعبوا كره شويه مع كلوي وغنلعبوا معها حتى هي وهي فرحانه باغا تلعب معنا. واحد بوست في يوتيوب واللي حطيت فيه الاي دي ديالي في بابجي. لهذا دابا غادي نلعب بابجي. غادي نلعب تقريبا واحد ساعه ما كاملاش. غادي نختار خمسه ديال الدراري منكم غنتحداهم فروم في 4 فيس 4 وغنشوفوا شكون اللي يقدر يربحني وشكون اللي ما يقدرش يربحني. فدابا بلا ما عليكم بزاف ندخل بابجي. الدراري كيتسناوني غنأكسبتي خمسه عشوائيا وغنلعب معاهم. خليكم معنا ومن بعد تقريبا ساعه ما كاملاش نرجع لكم. لقيتوني الله كملت اخر طرح في بابجي. جوج ديال الدراري ربحتهم ولكن ثلاثه ديال الدراري صراحه سلخوني. بغيت نقول للدراري اللي غلبتهم مبروك الخساره وان شاء الله في المره الجايه تربحوني. والدراري اللي غلبوني بغيت نقول لهم تبارك الله عليكم الدراري تيقصروا تبارك الله. دابا تقريبا 43 دقيقه كما كتشوفوا معايا هنايا. لهذا غادي نمشيو نتغداو حيت دابا وقيت الغداء جاني الجوع. خليكم معنا غادي نمشي نقاد شي حاجه وغنتغداو بها. يلا شوف اخوتي كملت الغداء ديالي. دابا غادي نبداو غنتغداو. دابا تقريبا 4:30 لهذا غنتغداو جاني الجوع كما كتشوفوا. هذا هو الساندويتش اللي صايبنا.
moments later. More moments later. 2000 years later. دابا خوتي غنتفرج في واحد الفيلم، غندخل لنتفليكس. واحد الدري عاود لي عليه، قال لي بلي هذا الفيلم راه واعر بزاف، انا متحمس نتفرج فيه. والفيلم هو هذا. ولكن اخوتي قبل ما نبدا الفيلم كنحس بلي شي حاجه ناقصه، غنمشي غنجيبها وغنجي. كما تشوفوا جبت البرينغلز ديالي، دابا انا مستعد نتفرج في الفيلم. نتلاقاو من بعد جوج سوايع و12 دقيقه لقيتها ديال الفيلم. من بعد ما كملت الفيلم حطيت العشاء كيسخن، ونطندون يطيب العشاء لقيتوني تنقرا في واحد الكتاب ديال واحد الشخص عظيم وكبير، الدكتور ابراهيم فقي، تحت عنوان قوة التحكم في الذات. هذا الكتاب بديت نقراه تقريبا شي 3 ايام وعجبني بزاف بزاف، ولهذا قررت انني ملي نكملو غادي نقرا هاد الثلاثه اللي كاينين اللور واللي حتى هما عندي في الدار نوريهم لكم، اللي هما هادو. ها هما الكتوبة اللي قلت لكم وان شاء الله غادي نقراهم. الكتاب الاول سيطر على حياتك، الكتاب الثاني البرمجة اللغوية العصبية، الكتاب الثالث المفاتيح العشرة للنجاح. كلهم كتوبة واعرين بزاف، الكاتب ديالهم شخص واحد الدكتور براين فقي. دابا انا واصل في الصفحة 59، ودابا ان شاء الله غادي نحاول نقرا هادشي كامل اللي بقى ليا باش نقرب نساليه، ومن بعد غنعطيكم الملخص ديال هاد الكتاب. وبطبيعة الحال كنصحكم انكم تقراو حيت غادي يعجبكم بزاف، وغادي يغير لكم لا مونطاليتي ديالكم وطريقة التفكير ديالكم وطريقة رؤية الحياة. كتاب واعر بزاف، غنكملو وارجع لكم. تشيت دوشت، اهم حاجه قررت نكمل الكتاب اللي بديت كنقراه. ودابا يمكن لي يعطيكم واحد ملخص ديال هذا الكتاب بما انني قربت نساليه بقوليه كلكو باج تقريبا 5 و 6 باج. غادي نبداو الريزومي ديالنا بواحد الايه قرانيه بدا بها الدكتور ابراهيم فكر الكتاب ديالو، واللي هي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني الا بغيتي تغيير خاصك تبداه من داسك. اول حاجه الا بغيتي تغير المحيط ديالك، بغيتي تغير الاوضاع ديالك، بغيتي تغير الحياه ديالك، خاصك تبدا بنفسك هي الاولى. الا بغيتي تغير المعامله ديالك مع الناس، باغي تغير المعامله ديالك مع الاحداث، باغي تغير المعامله ديالك مع الدين ديالك ومع الله، خاصك تغير المعامله ديالك مع نفسك هي الاولى. فانا من خلال القراءه ديالي لهذا الكتاب، كل كلمه كل جمله عجبتني كنعلمها بالفلوغيسون ولا بالستيلو. فهنايا مجموعه من الجمل بغيت نشاركهم معكم، عجبوني بزاف يقدروا ينفعكم. اول تغيير في حياتك يحدث اولا في داخلك. يعني اول تغيير في الحياه ديالك باش تبدا التغيير، اول خطوه خاصك تغير ذاتك هي الاولى. هاي واحد الجمله اخرى نقلب عليها الزربه. هاي الرسائل الايجابيه الذاتيه، يجب القول دائما انا قوي، انا سعيد، انا هادئ الاعصاب، انا عندي ذاكره قويه. شنو بغي يعني بهذا الجمل؟ بغي يعني انك كدير واحد الموتيفاسيون لذاتك براسك، كدير موتيفاسيون لراسك براسك، ما تستناش شي واحد يجي يقول لك انك انت راه غدير وغدير، حاول تموتيفي راسك براسك. وشحال من واحد كان جالس مع صحابه وقال لهم انا غادي نوصل لواحد النار وغندير واحد الحاجه
وكلهم بداو كيضحكوا، وبجموعه من الناس اللي واصلين حتى هما مروا من نفس المرحله اللي مر منها الدري الصغير، حتى هما كانوا جالسين مع صحابهم، حتى هما قالوا لصحابهم واحد النهار غنديروا، وصحابهم بداو كيضحكوا عليهم، وبالفعل داروا في الاخر. واخا النسبه ديال الناس اللي كيوصلوا لواحد الاهداف كبيره بزاف هي نسبه قليله، ولكن علاش ما تكونش انت واحد منهم؟ وبالنسبة للجملة الأخرى اللي كاينة في الصفحة 58، إن الشيء الوحيد الذي يميز بين شخص وآخر هو نظرة سليمة تجاه الأشياء. هذه الجملة غنشرحها لكم بطريقة مبسطة. اللي كيخلق الفرق بيني وبينك وبينه وبينهم هي النظرة اللي كنشوفوا فيها الأشياء. واحد المثال، إلا حطينا كاس ديال الماء عامر حتى النص، وحطينا جوج الناس، واحد كيشوف بنظرة سليمة والآخر كيشوف بنظرة غير سليمة أو نظرة سلبية أو نظرة اللي ما مزياناش. داك اللي كيشوف بنظرة سليمة غيقول لك الكاس عامر فيه النص، واللي كيشوف بنظرة غير سليمة يقول لك الكاس خاوي فيه النص. كنتمنى نكون شرحت لكم هذه المقولة بهذا المثال. هذا الدكتور كل كلمة حطها في الكتاب إلا وعنده واحد الدور مهم بزاف. شوف اللي ما قراش الكتاب يمشي يقراه. غنسالي معكم هذا التلخيص بآخر قولة عجبتني بزاف علمت حتى هي. تذكر دائما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. هذه هي المقولة اللي غنسالو بها هذا الفيديو. وصلنا لفان الفيديو، جيسبر يعجبكم. يعجبكم ما تنساوش تخلي معكم واحد لايك. اللي باغي مابوش معنا يا بغيت تابونا دابا وما تنساوش بارجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. واخر حاجة غنقولها لكم، كتوبة وقراءة الكتب مهمة بزاف، على الاقل كتاب في السيمانة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. وهادشي اللي كاين، نلقاو فيديو جاي ان شاء الله.